كل اللي يحكي فيه أنس الكل راهو نجمو نحكيو عليه 8 سنين التالي، نجمو نحكيو عليه 9 سنين التالي، نجمو نحكيو عليه 5 سنين التالي، نجمو نحكيو عليه في بيريود نتاع يوسف الشاهد اللي هو أكبر كارثة كانت في تونس. حصيله معناتها مو جديد، ما هيش حاجة جديدة بطبيعة الحال. وانا نتفهمهم راهو ذوما أحزاب اللي في الاخر جاء واحد لا عنده حزب لا عنده حد شيء لا عمل اللي هما ما نجموش يعملوه. الحمد لله يا رب. لا عمل حاجه باهيه يعني انتم ما نجمتوش تعملوها وما خممتوش باش تعملوها وحياتكم كامله تتقابلوا رؤساء احزابكم الكبار ياسر اللي يمثلوا الشعب التونسي تتقابلوا مع الشيخ وتتقابلوا مع الكريتيه هو راه الخطاب هذا هو الخطاب تبوسوا بعضكم وفرحانين والله 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 العظيم اربع دقائق ما قصيتش عليك انا خليني قايس قرو يا عندك تفهمهم كي يستعملوا اللونجاج هذا توا قيس سعيد جاء يلقى بلاد فيها 150 ألف عباد داخلة من العفو التشريع العام اشترهم بدي ديبلوم مضروبين ودي ديبلوم مزورين ومن عرف شنو يلقى إدارة قديش 150 ألف هذا الرقم اللي سمعته شنو منين رقم فيسبوك هذا مش رقم خالو سعيدين قالوا سعيدين من فيسبوك قرام سي باز اون ريفيرونس قالش لما موظف في تونس كل في كل فما 700000 640000 ارباحهم دخلهم دولسين دخلوا برش ارباحهم فما رقم اسلم اكثر من غير شهيد حاسيلو باهي يا خويا نقولوا باش نقولوا باش هيدهم فما مكبلين الاداره التونسيه وقاعدين يعطلوا فما دي جراندو سابل اللي قاعدين يعطلوا في الماكينه في كل بلاصه في الاداره التونسيه بما فيهم الداخليه وبما فيهم الأجهزة الأمنية وبما فيهم الحرس وبما فيهم الديوان وبما فيهم كل شيء. لقى بلاد واقفة، معمل السكر واقف، معمل الحلفة واقف، الفصفات واقف، الدنيا الكل واقفة. لقى بلاد اللي عملوا فيها قوانين اللي خلاوا معناتها العجز التجاري يزيد يكبر واللي معناتها حلوا اللعب لماكسيموم معناتها باتفاقيات مع بلدان أخرى اللي غرقت السوق بالتوريد. شو عمل قيس سعيد جابها هذا الكل؟ قيس سعيد يمشي باريتاب. قيس سعيد أول حاجة قال لك أنا معركتي الأولى هي معركة العدالة واللي هي يلزم في تونس يولي فما قضاء نافذ وناجز ويحكم بالعدل وهذا عنده فيه الحق خاطر ما تحكي ليش على دولة وما تحكي ليش على الديمقراطية من غير قضاء نافذ وناجز وتصلح القضاء طو قاعد يحاول انتم ما حاولتوش لا غيركم بالعكس انتم عملتوا لو ماكسيموم باش تزيدوا القضاء تفسدوه تعرف بعد هو قاعد يحاول على الأقل بعد التجربة بعد التجربة هذه كلمة برك مش نخرجوا تعرف بعد التجربة هذه نتاع قيس سعيد اللي انا عندي قناعة خاصة واللي انا صوت له راه كان عندي امل فيه باش نبداو اول كل فمن بعد التجربه نتاع قيس سعيد ان شاء الله يخرجوا لنا المعجم اللي استعملوا قيس سعيد في 3 سنين ولا 4 سنين ولا مكتب باش يحكم في البلاد هذيا اللي هو نتاع احتكار ونتاع فساد ونتاع تطهير يا اخي تحب تنقل انا موجود انا عطيني شنو موجود عطيني عين شمس الغربال لا عايشين في جنه احنا لا فيها احتكار لا فيها مافيا انا اعطيني شعمل هو لا فيها حيتان لا فيها حق شيء عايشين في جنه نعطيك الكلمه نبيل حق ما نحب يجاوبني على سؤال اللي الناس تقول البرلمان القادم اللي باش يتم انتخابه 17 ديسمبر ما عنده حتى صلاحيه وما ينجم يعمل حتى شيء ومش باش يقدم حتى شيء، ايش تقول لهم؟ يا اخي البرلمان شنو هو صلاحيته البرلمان؟ عنده زوج صلاحيات مهمين التشريع، تشريع القوانين اول حاجه، وثاني حاجه مراقبه الحكومه. هكا ولي البرلمان عنده زوز عنده الحاجات هذوما زوز ثانية تقريب مستحيل عليه تقريب مستحيل في أي وقت ينجم يستدعى وزير وينجم يحاسب وينجم يسأل وينجم يضبط وينجم يضبط للرأي العام وينجم يخدم السياسة من يضبط السياسة